السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم من تاني مع فيديوهات وعروض نادي الاعمال. ان شاء الله النهاردة معانا لعبة، احنا الصراحة مش هناخد غير جزء بسيط بس منها عشان ناخد ال 750 او ال 800 كوينز يعتبر بتوعنا اللي هم بتوع الفيديو ده. الفيديو النهاردة فكرته بسيطة جدا، اللعبة بسيطة جدا جدا جدا، في اقل من 5 دقايق باذن الله هتكون مجمع ال 750 او ال 800 كوينز، وان شاء الله بكره معانا لعبه كبيره وعملاقه وهتاخد مننا وقت عشان نخلصها، ولكن هيكون ليها مكافاه طبعا خاصه بيها، مكافاه كبيره جدا ليها، هي تستاهل انك تلعبها عشان الوقت يعني تقعد الوقت ده تلعبها. يلا بينا نبدا في الفيديو مع بعض. ورجعنا لكم من تاني. يلا يا زميلي افتح الفي بي ان بتاعك. انا بستخدم باندا في بي ان اللي قدام حضرتك دوت، ده البرنامج الفي بي ان اللي انا بستخدمه. تقدر تستخدم يوجا في بي ان، سولو في بي ان، اي في بي ان يجي على مزاجك، اي في بي ان يقابلك على متجر جوجل بلاي حمله واستخدمه. افتح الفي بي ان على دوله امريكا، على اي ولايه جوه دوله امريكا، اذا كان نيويورك او واشنطن او اي حته جوه امريكا، او ممكن تختار سيرفر امريكا ككل من غير ما تقعد تختار ولايات او ولايه. افتح الفي بي ان على دوله امريكا وخش على الايرون سورس. اول ما تخش على الايرون سورس هتلاقي اللعبه قدام حضرتك. طبعا الرساله ديت بتاكد على ان اللعبه بتخلص في 60 يوم، وان اللعبه يعني ما ينفعش تفتحها وانت مشغل في بي ان، والكلام الكتير اللي بيتقال اللي احنا كنا مأكدين عليه في فيديوهات قبل كده. اللعبة زي ما انتم شايفين هي اول لعبة هتظهر لك في البي بي ان. انت مشغل الولاية على اي دولة، على اي ولاية جوه امريكا هتلاقي اللعبة دي موجودة. اللعبة اللي قدامك دي اللي اسمها رايد تشو ليجنز، اللعبة اللي هي ب 122 الف كوينز. طبعا احنا مش هنستخدم ال 122 الف كوينز، واقول لك لعبة بسيطة. هو طبعا انت لو خلصت اللعبة دي انت خلاص، اصلا انت كده مش هتخش على نادي الاعمال نهائي، خلاص انت تقفل الباب عليه ومش حتى تقرب له تاني، انت اكتفيت كده مدى الحياه بقى انك تلعب اللعبه بالكوينز دي. ولكن احنا محتاجين من العرض دوت حاجه واحده بس. اول حاجه العرض ده، وطبعا على فترات زي ما انت شايف، زي ما انت شايفين احنا مش هنختار منه غير اول واحد بس اللي هو كومبليت ذا توتوريال. كومبليت ذا توتوريال اللي هي اول واحده بيقول لك انتهي من الفيديو التعليمي بتاع اللعبه. طبعا كل لعبه بنلعبها بيبقى فيه ارشادات وتعليمات اللعبه بتوجهها، اذا كان فيديو تعليمي بسيط اللعبه بتحطه في داخل اللعبه بتاعتها من جوه عشان تعلمك كل ايقونه في اللعبه بتعمل ايه، او تعلمك فكره اللعبه بمعنى صح من غير ما تتعب انك توصل لفكره اللعبه. اللعبه زي ما انتم شايفين بيقول لك كومبليت ذا توتوريال اللي هي الفيديو التعليمي بتاع اللعبه. الفيديو التعليمي ده بسيط جدا 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 فوق ما تتخيل، ان شاء الله بالظبط 5 دقايق، وكمان هنخش نعمله مع بعض دلوقتي. طبعا مش هنعمل الفيديو التعليمي كامل، لكن هوريكوا ان انت هتعمل ايه. انت يا دوبك هتقعد مش تعمل حاجه غير التعليمات اللي هو هيقول لك اعملها فقط. وطبعا انت بقى لو حابب تكمل اللعبه ويعني وزي ما بيقولوا تعمل المستحيل عشان تحصل على ال 122 الف كوينز، فده شيء من حريتك. هو بيقول لك افتح 2 ساكرد اورنج شيرد ان 15 يوم، وافتح 4 والاخيره دي طبعا 166 كوينز دي مش تبعنا. هو ديت بيكون فيه زي مجوهرات جوه او بلوره كبيره، انت بتفتح منها 2 بتاخد 56 الف كوينز، وده طبعا رقم كبير جدا 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 انك توصل له، ولكن دي حريه شخصيه لك. هنروح مع بعض على اللعبه وهتنزل تحت، هتدوس على المربع الازرق ده هينقلك على متجر بلاي زي ما انت شايفين. هنقله مع بعض زي ما انت شايف قدام حضرتك، هتتنقل على متجر بلاي، هتفتح اللعبه، هتضغط تثبيت وبس كده. اول ما تضغط تثبيت هتقفل الفي بي ان بتاعك، واول ما تقفل الفي بي ان تقدر تفتح اللعبه وتلعب وتخلص كل اللي انت عايزه. ورجعنا لكم من تاني من داخل اللعبه. اول ما تفتح اللعبه دي واجهه الدخول للعبه زي ما انت شايف. اول حاجه والنصيحه المهمه اللي بقدمها في كل فيديو انك لازم تسجل في اللعبه بالجيميل او الفيسبوك، انك تربط في الحساب بتاعك لضمان ان في العاب كتير جدا بيطلب انك تعمل لوج ان جوه اللعبه. زي ما انت شايف بيقول لك سجل بالفيسبوك، احنا هنسجل بالفيسبوك عادي بتاعنا المربوط باللعبه من جوه، لان اكتر الالعاب التسجيل ده بيكون هو السبب في ارسال الكوينز. ورجعنا لكم من تاني بعد ما سجلنا الدخول بالفيسبوك زي ما انت شايفين. هتحمل وهيطلب منك الموافقه على شويه البنود بتاعت اللعبه زي ما بيقولوا.
البنود طبعا والشروط اللي هما بيعملوها، اللعبة هتحمل قدامك شوية لحد ما تعمل ساين ان. زي ما احنا شايفين مش هقص حاجة من اللعبة بالذات عشان اعرفكم كل حاجة جواها، لان هو هيبقى عبارة عن فيديو تعليمي بسيط جدا، مش هيحتاج منك مجهود، مش هيحتاج انك تلعب اللعبة اصلا، هو يدوبك الدخلة بتاعت اللعبة او الفيديوهات التعليمية اللي احنا طبعا بنشوفها في الالعاب اللي بنزلها كلها، هو ده فيديو تعليمي شبهها، مش هياخد بالظبط 5 دقايق باذن الله. ننتظر مع بعض اللعبة بتفتح زي ما احنا منتظرين دلوقتي. ان شاء الله تكون لعبة كويسة وان شاء الله تعجبكم. وطبعا انا عارف ان في ناس هتكمل فيها وهتقول ان هي ممكن يعني تاخد 56,000 كوينز، ان هي ممكن تكمل في اللعبة دي اسبوع اسبوعين 3 اسابيع لحد ما توصل لل 56,000 كوينز. زي ما انتم شايفين ده الفيديو قدامكم، انا عوضت الصوت عشان الصوت طبعا ماشي. بس وزي ما انت شايفين بعد عدينا فترة الموسيقى اللي كانت في الاول، زي ما انت شايفين اللعبة عمالين يتكلموا. اهم حاجة في اللعبة انك ما تضغطش تخطي ولا نكست على اي حاجة، نكست اللي فوق دي ما تجيش يمها، اقعد اضغط على الشاشة بس كده مكان الكلام، واعمل الاسهم الصفراء اللي بيعملوا عليها ديت انك تضغط عليها فقط. زي ما انت شايف اللعبة بتلعب يعتبر لوحدها، ده فيديو تعليمي بيعلمك كيفية اللعب جوه اللعبة فقط، انت بتعملش حاجة غير كده. زي ما انت شايف يا دوبك كل ما يتكلم بضغط على الشاشة، يجي أي فيديو بسيبه ويجي زي ما هو عايز. زي ما انت شايفين فيديو بسيط، طبعا التنين طالع وبتاع، فهو بيعرفك اللعبة من جوه. زي ما انت شايف بيتكلم، لسه بتضغط على الشاشة عشان تضيع الكلام. في شخصية من عندي التكلت قبل هنا والشيف، احنا مش عايزين حاجة يا عم الحاج، عدينا بس، احنا عايزين ال 750 كوينز بس وعمشوا بسلام. تضغط على الشاشة وزي ما انت شايف هيبدأوا يسرعوا التنين، والتنين هيبدأ يسرعهم وشكلنا متنا. الحمد لله التنين قضى علينا، بس اعتقد كده تضغط على الشاشة برضو، تختار واحد من دولت، تختار تشوز، هيطلعك هيحمل الشريط اللي تحت ده ويدخلك على القرية بتاعتك. طبعا كده الفيديو التعليمي لسه ما انتهاش، حتى انك وراهم تضغط على العلامات الصفر دي لحد ما يقول لك احنا انتهينا كده من الفيديو التعليمي. زي ما انت شايف كلها شخصيات، هنطلع نضغط على الاكس. زي ما بيقول لك انت المفروض تعمل السهم الاصفر ده، هو اللي بيوجهك على كل حاجة جوه اللعبة. هتضغط على الشاشة تضيع الكلام، وتضغط هنا تضغط تاتش ستارت، تضغط على الشاشة برضو، اوعى تضغط على كلمة نيكست او سكيب لو هي جت، اقعد اضغط على الشاشة بس ما تعملش حاجة غير كده. تختار الهيروز بتوعك، تضغط فوق، تضغط ستارت. بدأت اللعبة وزي ما انت شايف برضو هو اللي هيوجهك، بيقول لك اضغط على الخصم باين، بتضغط على الخصم وهو يضربه بس، مفيش حاجة غير كده. تضغط على الخصم بس مات، تضغط على الخصم التاني مات برضه. هو لعبة بسيطة زي ما انت شايف، الفيديو التعليمي بتاعها سهل جدا 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 ان انت تخلصه، مش هياخد منك وقت. بس عشان ما نطولش في وقت الفيديو عليكم نقف لحد هنا، وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اللعبة سهلة جدا، والفيديو التعليمي على فكرة لو هو طول معانا دلوقتي مش هيطول معاك، عشان انت هتكون داخل عارف انت بتعمل ايه. الفيديو هيخلص معاك ان شاء الله في 5 دقايق بالظبط بالعدد. ان شاء الله اكون اتوفقت ان انا اوصل لكم ال 750 كوينز، وان شاء الله نتقابل بكره مع لعبه جديده ولعبه كبيره ولعبه صعبه. انا بقول صعبه من دلوقتي عشان ما حدش يتخض، هي لعبه مش صعبه بس هتاخد وقت عبال ما تخلص. اشوفكم بقى في فيديو بكره ان شاء الله، ما تنسوش الاشتراك وتفعل زر الجرس وتشير لاصحابك عشان تفيدهم ب 750 كوين. ما تنساش بقى اللايك العنيف بتاعنا عشان ان شاء الله تدعمنا الفيديو بكره والفيديو بعده باذن الله. اشوفكم في الفيديو الجاي، سلام عليكم.